البيت جات لي وقعدت تعيط. ونبي يا انكل، نبي يا انكل، اديني نمره عبد الرحمن. وانا اقول لها لا، انا ما اقدرش ادي نمره عبد الرحمن لحد. لا وبنت ايه تحل من على حبل المشنقه، شكلها خواجايه كده، تحس انها هي ايه، ايطاليه ولا هولنديه؟ انت كنت قلت لي ايه بالظبط؟ لا مش فاكر والله يا عم. اه بس هي خواجايه قوي، عود ايه، عود عصافيري وشعر اصفر كده، حاجه عصفره كده يعني، بس مدملكه. كنت بتحكي ايه للولاد يا مجد؟ كان بيحكي لنا على البنت اللي بتحب عبد الرحمن لما كنتوا في الفيلا في الجونه. اه الجونه. بقول لك ايه يا لولا، عبد الرحمن يوم كده بالسلامه نلم بعضنا وناخد بعضنا ونروح على الجونه، نبلبط شويه ونشوي شويه او نتعايش يعني. انا وانت وبابايا مش عارفه خالص الموضوع ده. اكل انا ممكن اخلي طنط ليلى تكلمه. هي مش بينفع ان انا بيت عند حد فا اصلا ف... لا جدع، بس انا ممكن اجي عادي. تمام. طبعا عمو انا كمان عايز اروح. قشطه، فكره تجنن. ابقى خد الولاد لما عبده يخف وروحوا الجونه، الفيلا هناك بقى لها كتير قوي محدش بيروح فيها، زمان العفاريت سكنتها. لا بس انا عندي شرط واحد، انا مش هروح الجونه من غير حالة. لا والله يمكن عادي. يلا يا شباب عشان ميعاد الابره بتاعت عبده دلوقتي. طيب احنا هنمشي. طيب احنا على اتفاقنا. ها انستو شرفتوا يا ولاد. باي. باي باي. مع السلامة. باي باي. سلام. باي. مع السلامة. مع السلامة. يلا يا عبده وسع مجدي عشان ادي عبده الحب. لا والنبي يا خالته بلاش انت. ليه ولا ما تخافش؟ ده انا ايدي ناعمه وخفيفه وزي الحرير، مش كده يا مجدي؟ اه لا هي ايديها مش لوحدها هي اللي زي الحرير، هي كلها على بعضها زي الحرير. بعدين انا بتكلم على الحقنه بس. اه وسع. ايه انت هتاخد الحقنه بداله؟ طبعا. يلا اتدور يا عبده. طب بالراحه. طب والنبي يا خالته ما تخافش، ما تخافش، مش عايزاك تخاف. يلا قول بس كده بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عند الله. قولي لي طب قبل ما تدهان. طيب طيب اهو بص، يلا قول بسم الله الرحمن الرحيم. يا خالته يا خالته يا. طب بسرعه امسك نفسك شويه. بسرعه بسرعه والنبي. حاضر حاضر. ما اقدرش ادي بسرعه اكتر من كده، تكلكع. اوف عليك يا ساتر، كاني بديك الحقنه في عينك. هي خالته ده يا خالته. بالشفا 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 ان شاء الله. سلامتك يا حبيبي. الف سلام. مش كنا جبنا لك حد من الصيدلية اداك الحقنة أحسن؟ وصيدلية ليه؟ دي ليلى أحسن واحدة في العالم ممكن تدي حقنة. هيا يا ليلى، مش هنطلع عند أدرية هانم شوية؟ لا لا لا، أنا برا من الصبح ومش قادرة. لا